ممكن الآن نعود لأيضا سؤال عبر الفيديو وهو موجه من الإعلامي المصري عمرو أديب، نتابع معك. لعل أهم سؤال دايما يدور في ذهني عندما ينعقد هذا المؤتمر والكلام عن تحديث الحكومات والعمل الحكومي هو سؤال واحد مباشر دائما يشغلني، وأرجو أن تفصحوا صدركم له وأن تحاولوا الإجابة عليه ومساعدتنا في الإجابة عليه. هل نجاح الحكومات في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت والأخرى يرجع أن هذه الدول هي دول حديثة، دول غنية؟ هل هذه التجربة قابلة للتكرار في دول قديمة فقيرة مثل الدولة المصرية، مثل الدولة السودانية، مثل الدولة الليبية، مثل الدولة العراقية، مثل كل هذه الدول؟ هذا هو السؤال الذي يحيرني. هل التجربة ناجحة لسهولتها؟ عدد السكان أقل، الموارد أفضل، هل يمكن أن تكون هناك حكومة ناجحة في بلد فقيرة، في بلد بها عدد كبير من السكان، أم أن النجاح له أساس لا يتغير، يكون نفس النجاح في دبي وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل الأماكن؟ نسمع عن النجاحات ونسمع عن الإنجازات ونسمع عن قدرة على أتمتة الإدارة، أي أن تكون الإدارة كلها على الإنترنت وأن يستطيع الناس أن ينجزوا أعمالهم. هل يستطيع 90 مليون في مصر أن ينجزوا أعمالهم على الإنترنت مثل ما يحدث في دبي وفي أبو ظبي وفي الشرقة وفي أم القوين وفي عجمان وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية؟ هذا هو السؤال، نرجوكم أن تساعدونا. لو هذه القضية ممكنة في هذه الدول القديمة ذات الموارد المحدودة ذات القدرة السكانية الكبيرة، نرجو أن يكون هذا جزء من مناقشتكم في هذا المؤتمر الناجح إن شاء الله. شكرا لكم. سؤال طويل سموك، لكن أتمنى أن تكون الصورة واضحة. لا فهمت. سؤال عمرو أديب ملغوم شوي. هو يتكلم عن الدول الغنية الصغيرة اللي طالعة هي اللي تقدر تقدم، وأنها اللي فيها شعبها كبير وناسها كثير هي صعبة أن نتعلم. أنا عندي مثال، الصين 1.3 مليار، والصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم،